أعلنت وزارة الصحة أن مجموع من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ حتى ليلة أمس الجمعة 396,356 شخصا، فيما حصل 230,395 شخصا على الجرعة الثانية من التطعيم. هذا وتستمر الحملة الوطنية وسط إقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا. من جانبه جدد الفريق الطبي الوطني التأكيد على أهمية أخذ التطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع. ويؤكد الفريق أن لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا فوائد جمة تنعكس على الفرد والمجتمع، فبالإضافة إلى ما يمنحه من تعزيز لمناعة المتلقي فإنه يسهم في زيادة حصانة المجتمع وبالتالي تقليل نسب انتشار الفيروس.